الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا، معنى كفروا أي كذبوا بالحق، ومعنى كفروا أي أعرضوا عن الله. الكفر في صفة عقلية وصفة نفسية، بعقله كذب الحق. يكفي أن يقول: هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، هذه كلمة الكفر. أحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه ابن زوجته يقول: والله لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا أشد من الحمر. ربنا عز وجل قال: ولقد قالوا كلمة الكفر. هذه كلمة الكفر، يعني إذا كذبت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كذبت هذا القرآن. الحقيقة في موقف دقيق جدا، أحيانا في آية قرآنية، في حكم قرآني، لو أنك قرأت قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا، يعني هذا كلام الله، فأنت حينما لا تغض البصر ما موقفك؟ يعني هل أنت على صواب؟ إن كنت على صواب كأنك تقول القرآن ليس واقعيا، وإذا كنت تعصي الله عز وجل كيف تستقيم نفسك؟ كيف تتوازن مع ربك إذا كان هذا أمره وأنت تخالف أمره؟ فالإنسان ينبغي أن يأخذ موقفاً واضحاً، إذا ثبت له أن هذا كلام الله، وأن هذا حكم الله، وأن هذا أمر الله، وأن هذا نهي الله عز وجل، فكيف تسعه الدنيا إذا عصى أمر الله عز وجل؟ والذين كفروا، كذبوا وأعرضوا، كذبوا وأعرضوا، كذبوا بالحق، كذبوا بالدين، كذبوا بالقرآن، كذبوا بنبوة النبي. وهناك تكذيب كلي وتكذيب جزئي، فحينما لا تعتقد أن الربا محرم، يعني هذا ليس ربا، معاونة مثلا، حينما لا تعتقد أن الربا محرم فهذا كفر جزئي ببعض أحكام القرآن، حينما لا تعتقد أن هذه الفريضة واجبة وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، فهذا كفر جزئي بهذا الفرض. فالكفر كلي أو جزئي، حينما تكذب هذا الدين كله أو حينما تكذب القرآن كله فهذا كفر كلي، وحينما لا تعتقد أن بعض أحكام القرآن صحيحة أو معقولة أو مناسبة فهذا كفر جزئي. والذين كفروا لهم نار جهنم، نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. حالة صعبة جدا، حالة صعبة جدا، لا هم موتى ولا هم أحياء، لا يموت فيها ولا يحيا. الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيى، نعم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يعني الموت مريح والحياة الناعمة مريحة، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ناعمة، يحيا حياة متعبة يذوق فيها ألوان الحريق. نعم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، كلهم يصيح، هذا يقذف بالتهمة إلى فلان، لولا أنت لما كنت في هذا المكان، وهذا يتأوه وهذا يتألم، وهم يصطرخون فيها. صورة معبرة، يصطرخون. أما المؤمنون على سرر متقابلين، المدعوون لحفل راقية يجلسون على أرائك مريحة، يتبادلون أطراف الحديث بصوت معتدل وبعبارات لطيفة، بينما أهل النار يتصايحون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن بشكل ملخص ومكثف، سبب دخولهم النار عملهم السيء، سبب دخولهم النار عملهم السيء. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ونحن نستفيد من هذه الآية في الدنيا، عملك ما نوعه؟ في إساءة بعملك؟ في خروج عن أمر الله عز وجل؟ هل كنت سببا لإيذاء الخلق؟ هل تبني غناك على فقر الناس؟ هل تبني عزك على إذلالهم؟ هل تبني مجدك على أنقاضهم؟ هل تبني أمنك على خوفهم؟ هل تبني حياتك على موتهم؟ يعني هل لك عمل طيب؟ أساس حركتك في الحياة أخذ أم عطاء؟ أهل الدنيا تركيبة حياتهم الأخذ، يأخذون كل شيء، يأخذون أموال الناس، يأخذون خدمات الناس، يأخذون جهود الناس، يأخذون العزة من إذلال الناس. هؤلاء أهل الدنيا، بينما أهل الآخرة يعطون الناس، يعطون من العلم، من المال، من الخدمات، ما فيه ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا أخوان، كل إنسان يفحص عمله، لك عمل قطعا، لك حركة بالحياة، لك حرفة، فيها غش، فيها كذب، فيها تدليس، فيها ابتزاز لأموال الآخرين، فيها سيطرة، فيها احتكار، فيها تحكم، فيها استغلال. لك وظيفة، هذه الوظيفة هل تستخدمها في ابتزاز أموال الناس أم في خدمة الناس؟ كل إنسان له حرفة. هل تنصح المسلمين أم تغشهم؟ هل تصدقهم أم تكذبهم؟ هل تنفعهم أم تضرهم؟ هل تأخذ أموالهم حلالا أم تبتز أموالهم؟ عملك شيء أساسي، فكل إنسان له عمل ليفحص عمله. طيب، علاقتك في البيت، هل أنت محسن أم مسيء؟ علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع من فوقك، مع من دونك، مع من حولك. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن لم يكونوا يعملون الصالحات، كانوا يعملون السيئات. إذن علامة المؤمن أنه يعمل الصالحات في كل مناحي حياته. يأتي الجواب، جواب رب العزة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. 60 سنة، 60 صيف، 60 خريف، 60 ربيع، 60 شتاء، أنجبت الأولاد، وهذا درس بليغ لك، هكذا كنت من ماء مهين، من حوين، وهذا الطفل الذي أمامك من خلق الله عز وجل، هذا درس. طعامك آية، أولادك آية، شرابك آية، ماء المطر آية، السحاب آية، التضاريس التي حولك آية، الأطيار آية، الأسماك آية، الأنعام آية، النباتات آية، الفواكه آية، الخضروات آية. أولم نعمركم؟ بث في الأرض آيات للموقنين. الكون كله ينطق بعظمة الله،
ينطق بتوحيد الله، ينطق بوجود الله، ينطق بكمال الله. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، تجسيد لصفاته الفضلة. أعطاك الكون، أعطاك العقل، أعطاك الفطرة، أعطاك الكتاب، أعطاك الأنبياء والمرسلين. كل هذا غفلت عنه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني عمرناكم عمراً كافياً كي تذكر. القرآن نذير، القرآن كريم، اقرأ القرآن، تعليمات الصانع، توجيهات الصانع، افعل ولا تفعل، منهج قويم وصراط مستقيم، وحبل الله المتين، فيه نبأ من قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم، يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى صراط مستقيم، نور مبين. هكذا القرآن بين أيدينا، نقرأه آناء الليل وأطراف النهار. اقرأ ما فيه، تدبر ما فيه، مسكين هذا الذي يقرأه ولا يتدبر ما فيه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيام تلاقي طالب طول السنة نايم، يلهو ويلعب، يدخل للامتحان بيصفن بيصفن، بيقرأ على الجرس، حين سحب الورقة دقيقتين أستاذ، دقيقة، طول العام الدراسي لاي وثلاث ساعات عم تصفون، وقت انتهى الامتحان دقيقتين ثلاث دقائق، يعني بمزق الورقة بتشدها منه بتمزق الورقة بتمسك فيها، كلام فارغ. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيها الإخوة الأكارم، أولا القرآن هو النذير، اقرأوا، اقرأوا بشكل جدي، اقرأوا بشكل مع تدبر، اقرأوا على أنه تعليمات خالق الكون، اقرأوا على أنه كتاب خطير جدا، يعني فيه تحديد لمسارات الحياة. فالقرآن نذير، والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه النبوية الشريفة هو النذير. حديث لرسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ يعني الإنسان يعيش، يا ترى إلى ما شاء الله نستيقظ ونعمل وننام، أما في مفاجأة بعد سنتين، ثلاثة، خمسة، 15، 20، في مفاجأة، سوف ينتهي الأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقر ينسينا كل شيء، أو غنى مطغيا كما حصل لثعلبة الذي عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما كذبوا الله ما وعدوه. فالغنى مطغي وفي فقر منسي، أو مرضا مفسدا، في أمراض تفسد حياة الإنسان، أو هرما مفندا، في شيخوخة فيها يرد فيها الإنسان إلى أرذل العمر، يضعف تفكيره، يغيب عن وعيه. يعني حدثني صديق له أم توضع على مكان جلوسها يعني وتربط، قلت له لماذا؟ قال: لئلا تأكل من نجسها. ضعف تفكيرها وانتهى الأمر، هذا أرذل العمر. فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. فالنبي نذير، بلغنا. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. اقرأ الأحاديث، كما أنه ينبغي أن تقرأ كلام الله قراءة جادة، فيها تدبر، فيها تعقل، فيها فهم، فيها دقة، فيها عمق،
كذلك ينبغي أن تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النذير أيضا. كتاب الله نذير، والنبي هو النذير، وجاءكم النذير. وقال النذير سن الأربعين، الآية الكريمة، وبلغ أربعين سنة حتى إذا بلغ أشده. الإنسان في بالشباب طيش، في جهل، في اندفاع، في مراهقة، أما إذا بلغ الأربعين توازن، فكل تقصير ربما يعزى إلى المراهقة أو إلى السن الصغيرة أو إلى الطيش أو إلى الاندفاع، أما إذا بلغ أربعين عاما قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. فالأربعون أيضا نذير، يعني صار في عذر، قد أعذر من أنذر. سن الأربعين أحد أنواع النذير في كتاب الله. وفي عمر أشد حسابا وهو الستين، وهو الستون، من بلغ الستين وهو يعصي الله عز وجل، في الستين يجلس في المقاهي ويلعب النرد، في الستين يملأ عينيه من الحرام، في الستين يغتاب الناس على وشك أن يغادر الدنيا وهو متلبس بمعصية الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية: أبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. في الستين وسهرة مختلطة، في الستين وتستمتع بامرأة لا تحل لك، أعوذ بالله. وجاءكم النذير، فصار القرآن هو النذير، والنبي هو النذير، وسن الأربعين هو النذير، وسن الستين هو النذير. وقالوا الحمى هي النذير، الحمى المرض، يعني المرض لفت نظر الواحد. الله عز وجل من رحمته التامة أنه يأتي المرض أحيانا يوهم صاحبه أنه دنا أجله لعله يتوب. أنا حدثني شخص عن رجل كان يقود سيارته في أحد شوارع دمشق، وهو يقود سيارته وزوجته إلى جانبه جاءته أزمة قلبية، ومن غرائب أن أحد أصدقائه كان إلى جانب السيارة، فنزل ووضعه في المقعد الخلفي وقاد السيارة إلى إحدى المستشفيات. بعد أن صحى قليلا قال: ائتوني بآلة تسجيل، وقال بالحرف الواحد: المحل الفلاني ليس لي، لإخوتي فلان وفلان، وقد أخذته منهم غصبا اغتصابا، والأرض الفلانية، بدأ يعترف بالأموال التي ليست له وكان قد اغتصبها. لكن بعد أسبوع شعر أن هذه الأزمة انحسرت كليا، فقال: أين الشريط؟ أعطوه إياه فكسره وعاد إلى سيرته الأولى. وبعد ثمانية أشهر جاءته أزمة أخرى فأودت به. إذن لماذا الله جل في علاه أرسل له الأولى؟ الأولى نذير. فإذا واحد تارك الصلاة، آكل مال حرام، مغتصب أموال الآخرين، في ظلامات، أيام بيجي المرض نذير. انتبه يا عبدي، في لقاء، المغادرة أصبحت وشيكة. فيجب أن نعلم علم اليقين أن بعض الأمراض تعد نذيرا من الله عز وجل. فصار القرآن نذير، والنبي نذير، والأربعون نذير، والستون نذير. قال: والشيب نذير. الشيب، ما حكمة الله عز وجل في شيب الشعر؟ يعني طريقة لطيفة جدا، إشعار لطيف جدا من قبل المولى جل وعلا أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟
والحمد لله رب العالمين.